دقيقة مباراة أولمبي رادس بين النادي الإفريقي ونجم المتلاوي، والهجمة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي عماد المنياوي إلى بسام السرارفي، وضربة مخالفة لصالح النادي الإفريقي من الثواني الأولى، أول ضربة مخالفة لصالح النادي الإفريقي بعد تدخل أشرف الزويغي على بسام السرارفي. أحمد خليل إلى مهدي الوذرفي في وسط الميدان، الوذرفي إلى أسامة الحدادي، الحدادي يرجع إلى محور الدفاع إلى أحمد خليل موجود مع سيف الطقاء اللي يرجع للتشكيلة الأساسية مكان وليد الذوادي اللي غايب بداعي الإصابة، كذلك بسام السرارفي يدخل للتشكيلة الأساسية في ظل غياب عبد القادر الوسليتي اللي عنده ثلاثة انذارات، يغيب على مباراة اليوم المواجهة ضد النجم الرياضي بالمتلوي أسامة الحدادي. يطلب بسام السرارفي كرة عشرة اليسار، ماليك توري، ماليك توري تبقى لأسامة الحدادي داخل منطقة الجزاء، النادي الإفريقي قريب من تسجيل الهدف الأول. بداية قوية للسيا العرضية من الشير اليسار كاد يفتتح باب التسجيل النادي الإفريقي بعد عرضية أسامة الحدادي. إبراهيم الشنيحي بلمسة، الكرة مش بعيدة على مرمى بلال السويسي، هذه الإعادة، إبراهيم الشنيحي مش بعيدة على مرمى بلال السويسي اللي باش ينفذ ضربة المرمى. بداية قوية للنادي الإفريقي يستعين بتشجيع الجماهير الحاضرة بأعداد محترمة لهنا في أولمبي رادس. رمية التماس أشرف الزويغي من جنب النجم الرياضي بالمتلاوي، يطلب تيري إرنيست تجي الكرة، تيري الكاميروني يعمل مراوغة أولى ثانية ويربح ضربة المخالفة واضحة، إشارة الحكم هيثم القصعي أول ضربة مخالفة للنجم الرياضي بالمتلوي. نستناو تشويق فرجة في مباراة اليوم لأنه ما فيهاش رهان كبير، المباراة فقدت المرتبة الرابعة بالنادي الإفريقي، عائد بقوة في آخر زوز جولات، زوز انتصارات خارج القواعد، النجم الرياضي بالمتلوي نجم الرابطة الأولى بامتياز هذا الموسم طيلة 24 جولة. رفقي باش تكون مباراة مفتوحة، معناتها شفنا زوز فرق معناتها من الأول يحبوا يدخلوا في مباراة كبيرة. ضربة المخالفة وسهلة عند سيف الدين الشرفي، ضربة المخالفة والتصويبة لكن موجود في المكان المناسب. الهجمة لماليك توري، بسام السرارفي، بسام السرارفي يعمل مراوغة، السرارفي يستعين بفنياته يبدل على اليسار إلى ماليك توري قدامه عاطف المازني، يركز على الشير اليسار مع البدايه النادي الافريقي، تبقى لماليك توري، كره تخرج ضربه مرمى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، ولمسه اليد على ماليك توري، لمسه اليد على ماليك توري واضحه في الاعاده، كان في صراع الكره مع عاطف المازني، ضربه المخالفه لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. مباراه نستناو فيها الفرجه لأنه في ظل غياب الرهان نستناو مباراة تعكس المردود الممتاز للنادي الإفريقي في آخر زوج جولات والمردود المتميز لنجم المتلوي طيلة 24 جولة في البطولة. صحيح النادي الإفريقي اليوم يحب يحقق الانتصار الرابع بالنسبة لي هو باش يأكد الصحوة نتاعو، خاصة بعد معناتها التغيير اللي قاعد يصير معناتها في النادي الافريقي، تحس اللي حتى العقوبات اللي صارت ولا الملاعبين اللي تعدت على مجلس التهديف فيها برنامج جديد، فما علامات تبين النادي الافريقي عنده سياسه جديده باش يحاول يتوخاها في نهايه الموسم باش يعرف الافكتيف نتاعو. النجم المتلوي حسب التركيبه نتاعو جاء للرادس باش يلعب بكل امكانياته، وما جاش باش يدافع برك، لكن عنده ملاعبين سريعين يقدروا يعملوا ينجموا يعملوا الفارق، وبشوفوا مباراه مفتوحه بكل صراحه. ماليك توري الهجمة تبقى للنادي الإفريقي، ركز على الشير اليسار مع البداية من خلال تواجد أسامة الحدادي، يسعد باستمرار على الشير اليسار، كذلك ماليك توري الجناح المالي متألق مع النادي الإفريقي. ماليك توري اللي كان قريب ممكن من الخروج في الميركاتو الشتوي في نطاق الإعارة، لكن الملاعب هذا أصبح أساسي يقتلع مكانه في التشكيلة الأساسية للنادي الإفريقي. بالراس
أبو بكر ديارة إلى إبراهيم الشنيحي. الكرة من مالك توري ترجع من باسي روبامبا إلى دفاع السيا على اليسار كالعادة إلى إبراهيم الشنيحي. مالك توري مالك توري التوغل من توري حاضر فايق عاطف المازني حط الكرة في التماس. تصديق القول برشا لاعبية ممتازين يضيعوا في كي تبدا الوضعية صعيبة في الفريق معناتها بعد ساعات الظروف ما تخدمهمش ومالك توري من اللاعبية كي تحسنت الظروف اليوم شفناه قاعد يتحسن الأداء نتاعو وقاعد يعمل في إضافة في النادي الفريق. أبو بكر ديارة بسام السرارفي السرارفي على اليمين وتوري على اليسار مع تواجد عماد المنياوي وابراهيم الشنيحي ثنائي خط الهجوم بالنسبة للنادي الافريقي. العياشي إلى أبو بكر ديارة إلى مهدي الوذرفي يطلب وسام الحدادي ثم مالك توري يعمل لابير بعيدة على المالي توري تمشي رمي التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. عاطف المزني بعد مرور تقريبا 7 دقائق لعب في هذا الشوط الاول دائما التعادل دون اهداف بين النادي الافريقي هو نجم المتلوي. هذا التوري السريع نشيط على الرواق اليسار مع بدايه المباراه. عماد المنياوي معاه السيسوكو كيموكو وضربه المخالفه باشاره هيثم القصعي. 10 مباراة يديرها في البطولة. هذا المنياوي توصل الكرة لديارا بسام السرارفي. أشرف الزويخي كونترول باسيرو بامبا بامبا مع ديارا توصل أشرف الزويخي هجمة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي مقطوعة من إبراهيم الشنيحي. محمد جمعة خليج فؤاد الخرايفي ترجع من أحمد خليل وسام الحدادي مرة أخرى مالك توري على الشيرة اليسار بسام السرارفي توصل الكرة بسام اختير العملية الهجمة لصالح النادي الإفريقي. مرة أخرى يتدخل أشرف الزويخي والنتيجة أول ضربة ركنية لصالح النادي الإفريقي في المباراة. حاجة اللي قاعدة تميز النادي الإفريقي أنه ما عادش قاعد يلعب في شيرة واحدة قاعد يهز في الكرة من اليمين لليسار عن طريق مالك توري عن طريق إبراهيم الشنيحي عن طريق عماد المنياوي. معناتها النادي الإفريقي قاعد ينوع في الهجومات خاطر باش يعمل ديزيكليبر في الديفونس بتاع متلوي. ضربة الركنية داخل منطقة الجزاء ترجع من أيمن العياري. الكرة الثانية لتيري إرنيستا الكاميروني يعمل مراوغة ويربح ضربة المخالفة. تيري إرنيست يدخل للتشكيلة الأساسية مع خالد غرسلاوي. هذه الخيارات نتاع محمد الكوكي مقارنة بالمباراة الفارطة ضد نادي حمام لوف مع بقاء زياد البكوش وسليم المزليني على بنك البدلاء. على خاطر زوز ملاعبين سريعين مع خالد الغرسلاوي وفؤاد الخرايفي من الملاعبية اللي يعملوا الكونتر رابيدمون ملاعبية عندهم مهارات فنية ممتازة وسريعين. معناتها ظهر الكوكي باش يلعب ديفونس اون بلوك ويحاول يعمل الكونتر بالملاعبيه هذوما. هذاك علاش لعب زوز ملاعبيه هذوما خاصه واحد يلعب باتاكون دو بوانت واحد يلعب في الرواق باش يجيو من تالي ويعملوا السوبريوريتي نيميريك بالنسبه لكلوب افريكا. وهذه المحاولات نتاع الفتره الاولى حتى لتوا بعد مرور ووصولنا للثقه الثامنه ولا التاسعه في هذا الشوط الاول. اخطر فرصه كانت لابراهيم الشنيحي كرة ثابتة لنجم المتلوي حتى التوا. وحكينا على خيارات محمد الكوكي كان موجود على الصورة يسعى إلى الحفاظ على المرتبة الرابعة وهذا الحديث في بداية الأسبوع ووسط الأسبوع في التربص نتاع نجم الرياضي بالمتلوي. يتربص في مدينة رادس يستعد لمواجهة النادي الإفريقي نجم المتلوي. نجم نقولوا نجم في سماء الرابطة الأولى بعد مرور 24 جولة يحب يحافظ على المركز الرابع خاصة مع اقتراب النادي الافريقي بتحقيق لزوز انتصارات متالية يقرب يولي بعيد 5 نقاط فقط على النجم الرياضي بالمتلوي. كالعادة يمشي كيموكو سيسوكو في تنفيذ رمية التماس التماس الطويل داخل منطقة الجزاء يطلع أيمن العياري ما ياخذش الكرة. هجمة للنادي الافريقي عاطف المزني سهلة عند سيف الدين الشرفي إلى مالك توري على مارتين يعمل الترويض توري مهدي الوذرفي
الوذر في أسامة الحدادي، أبو بكر ديارا القادم من تي بي مازامبي بعد بداية صعيبة. أبو بكر ديارا قاعد يثبت في إمكانياته الفنية، لأنه شاهدنا أبو بكر ديارا بمستوى عالي جدا مع الفريق الكونغولي تو بويسون مازامبي. توصل الكرة إبراهيم للشنيحي، الشنيحي يطلب أسامة الحدادي كالعادة على اليسار، العرضية اليسارية ترجع من دفاع النجم الرياضي بالمتلوي، التسويبة من ديارا وبعيدة، كانت الأولى ازدواجية من الشنيحي، الثانية على الطاير من أبو بكر ديارا بعيدة تمشي لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. هذه الإعادة تاع الهجمة الأخيرة، ما استغلش هجوم النادي الإفريقي الكرة الثانية الرجعة من دفاع نجم المتلوي. رمية التماس لكيموكو سيسوكو الإيفواري، ياخذها المالي ديارا، الترويض من إبراهيم الشنيح الجزائري ويربح. ثروة المخالفة كان قريب هيثم القصعي من لقطة تتنفذ بسرعة، توصل الماليك توري، المالي توري، الشنيحي يدخل منطقة الجزاء مقطوعة، البحث على الهجمة المعاكسة من نجم المتلوي لكن قريب، مهدي الوذرفي ياخذ الكرة، الشاب الوذرفي شكل ثنائي الارتكاز مع ديارا لتوصل الكرة، هجمة للنادي الافريقي. يوسف العياشي طويلة لعماد المنياوي، يعمل الترويض لكن خطأ الترويض خارج أرضية الميدان، تمشي ضربة مرمى لصالح نجم المتلوي. بلال السويسي في تنفيذ ضربة المرمى، 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ديما التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي ونجم المتلوي. الإفريقي أفضل، يسيطر في الدقائق الأولى في انتظار هجمات نجم المتلوي. كرة لأبو بكر ديارا وضربة المخالف، يربح الكفرو أبو بكر ديارا. يوسف العياشي خلي الكرة لأحمد خليل، كان التدخل من خالد غارسلاوي على أبو بكر ديارا. مهدي الوذرفي، أحمد خليل، بيري إرنست مرة أخرى ملقى على أرضية الميدان، ممكن برشا تغيير قادم بداعي الإصابة. قاعد نشوف في زيادة البكوش يقوم بالحركات التسخينية مع طلب محمد الكوكي، التغيير قادم بعد قليل. يمكن يكون سليم المزليني يا رفق، يا زياد البكوش يا سليم المزليني، الزوز قاموا بالحركات التسخينية. واحد من بين الزوز مهاجمين، ننتظر القرار بتاع محمد الكوكي. يمكن تكون عنده إصابة عودت له، معناتها خاطر ما كانتش إصابة مخطرة برشا، لكن في الليبول نتاعو يمكن كانتش عنده إصابة قديمة تحيرت له، معناتها لكن المدرب باش يسخن زوج لاعبية باش يعمل الشوا. لكن أنا حبيت نبكر، أنت رفقي قلت على نجم المتلوي أنه يعمل في موسم استثنائي، لكن لازم يكون مقياس برشا فرق، معناتها نجم المتلوي الاستقرار اللي لقاه سواء في المدرب نتاعو سواء في الهيئة سواء الناس اللي جات، لازم يكون معناتها بالحق موديل تبني عليه برشا فرق اللي تحب ساعات تعمل مواسم طيبه من غير تحذيرات، من غير تحذيرات مدقمه بتغييرات المدربين في اكثر من مره. هذا كل اختيارات تعطي استقرار والفرق وين تنجم توصل، حتى بالرغم من امكانياتها ما تكونش كبيره برشا، لكن تكون محترمه تخلص من لعبيتها في وقتها، ومهم برشا في كره القدم. يستأنف اللعب في انتظار اول تغييرات محمد الكوكي، باش يكون تغيير اضطراري بسبب إصابة الكاميروني تيري إرنست. قلت عقد للتشكيلة الأساسية تيري إرنست فقط ربع ساعة أولى، وباش يغادر أرضية الميدان في انتظار البديل، إما زياد البكوش أو سليم المزليني. أسامة الحدادي، أحمد خليل كالعادة، النادي الإفريقي في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي. يوسف العياشي، العياشي قدامه فهمي المعواني، هو رمية التماس لنجم المتلوي. ننتظر مدى خطورة تيري إرنست الإصابة، من سيكون البديل؟ نشوف في محمد الكوكي يطمئن على حالة المهاجم الكاميروني تيري إرنست، لن يكمل المباراة، سيغادر الكاميروني تيري إرنست. توصل الكرة للمالي، مالي كتوري
توري الى ابراهيم الشنيحي قدام زوز ملاعبيه، مهدي الوذرفي الى اسامه الحدادي. امامكم على الصوره الكامروني تيري ارنست، وهذه اللقطه نتاع الاصابه بينه وبين يوسف العياشي. النتيجه ارنست يغادر ارضيه الميدان. مازال مش متاكد، يمكن مش يحاول يعمل له فيكساسيون في ليبول نتاعو، كان ينجم يتحمل الوجاع وما صارتلوش فيكساسيون يمكن ينجم يواصل. على كل شفنا محمد الكوكي ينتظر في قرار الإطار الطبي هل يكمل المباراة تيري ارنست ام لا. ابو بكر ديارا الهجمة لصالح النادي الافريقي، يطلب العياشي على اليمين، توصل الكرة يوسف العياشي الى بسام الاصرار في خذها باسيرو بامبا. بامبا ضغط على يوسف العياشي، بامبا فهمي المعواني خطأ الترويض، ياخذها ديارا. مهدي الوذر في على اليسار، مليك توري، توري عطف المزني سريع، الظهير الايمن يقطع الكرة، هجمة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي ما تكملش. خطأ كرة عطف المزني، خطأ كرة ابو بكر ديارا، ياخذها اشرف الزويغي الى خالد الغرسلاوي. ديارا صراع على الكرة في اللقطة الاخرى، والهجمة لصالح النادي الافريقي. مليك توري المالي يطلب ابراهيم الشنيحي، الوذرفي للشنيحي مقطوعه من باسيرو بامبا. باسيرو بامبا سحب هدف نجم المتلوي في مباراه الذهاب، مباراه فات بانتصار نجم المتلوي هدف دون مقابل، وملاعب اخر ملقى على ارضيه الميدان خالد الغرسلاوي. الزوز ملاعبيه اللي دخلوا في التشكيله الاساسيه مقارنه بمباراه الجوله الفارته ضد نادي حمام لوف يتعرضوا للاصابه تيري ارنست وخالد غرسلاوي. ونشوف في محمد الكوكي يطلب من ارنست العوده الى التشكيله الاساسيه رغم الاصابه. مهم رفقي، معناتها المدرب يحاول باش يلعب باكثر ما يمكن، باش يقول له تحاول تتحمل معناتها اللوجيا على خاطر ديما في ليبول اقل خطر من اللي تبدا معناتها ضربه في المسكولاتور معناتها في ليزيسكي جومبي ولا في الكوادريسيبس معناتها، ولهذا يحاول باش يعدي به اكثر ما يمكن وقت باش ما يخسرش تغيير في اول مباراه، ما تعرفش شنو ينجم يصرف المباراه. هو في الحقيقه انا صورت وانو تيري ارنست باش يغادر ارضيه الميدان، لانه الحاله نتاعو اللي شفناها على الصوره نتاع واحد ما ينجمش يتحرك باليد نتاعو بالكتف نتاعو. هو بصراحه رفقي الصوره، خلينا نعطيك صوره كما هي، كما قال سي ناصر البدوي معناها محمد الكوكي يحب يحاول اكثر وقت ممكن مع ارنست مش ما يخسر الشانجمون، وهكاك ينجم يشوفوا كان حالته تسمح له انه يرجع يلعب ولا، لكن اكيد فما نسبه كبيره انه ماهوش مش يكمل. هو على هو الشو. هو فما مشكله على خاطر هو مهاجم يستحق ليزيبول نتاعو باش يتكى، معناتها لاتاكون ما ينجمش يلعب ساقيه برك، لكن النجم يلعب بكتافه باش يتكى على الديفونسور ولا الديفونسور يتكى عليه، النجم البليسور نتاعو معناتها تولي مخترق. ونشوفوا فيه سي ناصر كان تشوف انت حتى وضعيته ما ينجمش يهز يديه في اللحظات هذه. هجمه للنادي الافريقي ورميه التماس بعد كره على اليسار كالعاده من عماد المنياوي، ورميه التماس لصالح النادي الافريقي. هذه الإعادة الهجمة بين العياري وكيموكو سيسوكو، يتباطأ المنياوي يربح رمية التماس ترجع من سيسوكو، ياخذها العياشي إلى أبو بكر ديارا، خاطئة منه هجمة لنجم المتلوي سريعة، كرة كانت في اتجاه تيري ارنست لكن خالد الغرسلاوي يربح ضربة المخالفة، ضربة المخالفة لفؤاد الخرايفي. الإعادة كان في صراع مع أبو بكر ديارا، وحكينا نحن على التغيير نتاع ارنست، التغيير مش يصير بعد لحظات رفقي، ومش يدخل اللاعب زياد البكوش. زياد البكوش يستعد للدخول للتشكيلة الأساسية، مش ممكن يكمل المباراة الكاميروني تيري ارنست. ضربة المخالفة يطلب خالد الغرسلاوي، ما يعملش الترويض، تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي. تقريبا 20 دقيقة لاعب في هذا الشوط الاول، دائما التعادل 0-0 بين النادي الافريقي هو نجم المتلوي، وبعد لحظات اول تغييرات محمد الكوكي بدخول حمزة البكوش مكان تيري ارنست. الوذرفي الى اسامة الحدادي،
او سيف تقا توا توصل للحدادي يرجع لسيف التقا تقا التوزيع على اليمين حب يمرر لبسام السرارفي توصل لاشرف الزواغي مهدي الوذرفي الكرة في مناطق النادي الافريقي النادي الافريقي الباحث على تحقيق انتصار مرة أخرى النادي الافريقي العائد على مستوى الترتيب بعد زوز انتصارات خارج الميدان بثلاثية ضد الملعب الجيمسي 3-1 وثلاثية أخرى ضد المستقبل الرياضي بالمرسى 3-2 في ملعب الشتوي التغيير في اللحظة هذه يغادر الكاميروني تيري ارنست البديل حمزة البكوش هذا التغيير الأول ممكن باش يختلف بالنسبة الرسم التكتيكي لمحمد الكوكي لأنه نعرفه حمزة البكوش ماهوش مهاجم صريح مقارنة بتيري ارنست باش يستغل البكوش على مستوى التوغلات ملاعبي عنده فنيات كبيرة ينجم يفسخ أي مدافع ويخلق الخطر لكن مش يقعد يلعب بنفس التركيبة يمكن فؤاد الخرايفي يولي هو أكثر معناتها يلعب أون بوانت ويقعد يلعب ديسبوزيتيف على حسب بوزيسيون تاع الكرة توصل الكرة لفؤاد الخرايفي ما ثمش التسلل تبقى لنجم المتلوي طلب الكرة من أشرف الزويغي كيما جات بعيدة بعيدة التصويبة نتاع أشرف الزواغي بعيدة برشا على مرمى الحارس سيف الدين الشرفي تنفذ بسرعة مهدي الوذرفي الوذرفي إلى يوسف العياشي العياشي البكوش أول لمس للكرة يقطع الكرة قدام يوسف العياشي خالد الغرسلاوي أشرف الزواغي حمزة البكوش يرجع بسام سرارفي يقطع الكرة سرارف المنياوي بلقطة فنية ورائية خاطئة كرة المنياوي محمد جمعة خليج خليج يبدل على اليسار إلى حمزة البكوش البكوش يطلب أشرف الزواغي ممتاز يأخذ الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء مهدي الوذرفي إلى أبو بكر ديارا الكرة الثانية تبقى لنجم المتلوي ثم ضربة مخالفة لصالح النادي الافريقي. رفقي تحس في ملاعبية المتلوي فما برشا ديشي تكنيك معناتها في الكرة في الكل في المومون الباهي الكونترول ذي باس طويلة ما تنجمش تبني معناتها الهجمة المركزة دونكو معناتها تعمل دي ديفو تكنيك معناتها ما تتحكمش في الكرة كما يلزم وما تتعاملش معها كما يلزم. معناتها يلزم نجم المتلوي يتحسن في الوضعية هذه. النادي الافريقي يواصل تواجده في مناطق نجم المتلوي مع افضليه في نسبه امتلاك الكره 66% لصالح النادي الافريقي ابراهيم الشنيحي يقطعها باسيرو بامبا هذا الاسلوب نتاع نجم المتلوي ممكن باش نشوفوه طيله المباراه البحث على المساحات والبحث على الهجومات المعاكسه عاطف المازني مقطوعه تمشي رمي التماس لصالح النادي الافريقي بين فريق يضغط في مناطق نجم المتلوي بفريق اخر يبحث على استغلال المساحات وسرعه المهاجمين سواء الغرسلاوي او الخرافي او بدخول حمزه البكوش مهدي الوذرفي الوذرفي زياد البكوش زياد البكوش مش حمزه حمزه من بكري انت تقول حمزه وانا شكيت ونحن ساكتين حمزه البكوش قاعد يواجه في تي بي مازامبي في اللحظه هذه الظهير الايمن بتاع ملعب الجيمسي نصلح زياد البكوش مش حمزه كيبوكو سيسوكو التماس مره اخرى تبقى الكره للنادي الافريقي سيف التقاء زياد البكوش فؤاد الخرافي وخالد الغرسلاوي اختير الكره هذه يدخل منطقه الجزاء وضربه المرمى ضربه المرمى لصالح النادي الافريقي فؤاد الخرايفي كان مصدر الخطوره على دفاع النادي الافريقي في الكره الاخيره بعد مرور 25 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول دائما التعادل دون اهداف كان دويل بين الخرايفي واحمد خليل كان ينجم يتعامل معاه خير من هكا مع تحب ظهر لي شرش معناتها حاب يفركس البينالتي اكثر منه حاول باش يسجل ولا يعطي تمريره معناتها لقى روحه عند زيكليبر كان ينجم يتعامل معاه خير من هكا
باليك توري الكرة للنادي الافريقي بعد بداية قوية برس النادي الافريقي في اللحظات هذه. دفاع النجم الرياضي المتلوي ياخذ اكثر ثقة، حاضر وتحسن على مستوى الانتشار. باسيرو بامبا الى زيادة البكوش ياخذها ديارا بسام السرارفي. السرارفي يعمل مراوغة اولى ثانية، السرارفي يربح ضربة المخالفة. المضايقة موجودة والضربة المخالفة لصالح النادي الافريقي. هذه الإعادة يبعد الأشرف الزواغي وباسيرو بامبا مخالفة السابعة لصالح النادي الافريقي. لكن بسام السرارفي يسمى يلعب حل جماعي أكثر منه، قاعد هو بدنيا قاعد يرق في نفسه، ما نجمش يكمل يلعب مباراة هكا. صحيح هو ملاعب لي بيركوتون يعرف يتعدى، لكن يلزم يستعملها في ال 30 متر الأخرانيين وال 20 متر الأخرانيين، ما يحاولش من وسط التيران بالشق من الديفونس كاملة، خاطر باش يتعب برشا ما نجمش يكمل هكا، ولهذا يلزمه يحاول يفركس الحل الجماعي أكثر منه حل فردي. الجزائري إبراهيم الشنيحي في التنفيذ يرفع الكرة بالراس، والنتيجة ضربة مرمى بعد الكرة الأخيرة من سيف اللتقاء. في الإعادة يطلع بالراس سيف اللتقاء بعيدة على مرمى بلال السويسي، وضربة المرمى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. يحاول من خلال الكرات الثابتة النادي الإفريقي كرة في مناطق السيا، يطلع ديارا يوسف العياشي، فؤاد الخرايفي، ورمية التماس لصالح النادي الافريقي. فما حاجة اللي لاحظتها في النادي الافريقي انه كل الهجمات نتاعو قاعدة توفى من الشيرة اليسار، من شيرة أسامة الحدادي وماليك توري، معناتها الشيرة اليمنى بريسك في 30 متر الأخرين مش قاعدة تخدم كما يلزم. شوف كل نهاية النجمة الهجمة بالنسبة للنادي الافريقي قاعدة توفى الكوتي جوش. مطالب النادي الافريقي انه بعد ساعات يلعب على الشيرة اليمين باش يباغت المنافس تاعو. هجمة للنجم المتلوي عاطف المازني، محمد جمعة خليج إلى فؤاد الخرافي، المخالفة لصالح النادي الافريقي لأحمد خليل في الكرة الأخيرة تتنفذ توصل لأبو بكر ديارا. ديارا ليوسف العياشي، العياشي إلى عماد المنياوي. منياوي أوه كانت تنجم تكون خطيرة، سوء تفاهم بين كيموكو سيسوكو وبلال السويسي كان في اللقطة الأخيرة ممكن قريب من مغالطة حارس مرماه الإيفواري كيموكو سيسوكو. رمية التماس يوسف العياشي، أشرف الزواغي، ديارا، ضربة المخالفة لصالح نجم المتلوي. أشرف الزواغي في تنفيذها، الظهير الأيسر يخليها الأيمن العياري، يسير آخر لكن في محور الدفاع، محور الدفاع اللي يشكل نقطة قوة نجم المتلوي في بطولة هذا الموسم، مع تواجد العياري سيسوكو قدامهم باسيرو بامبا. الإضافة موجودة والكرة في مناطق النادي الإفريقي. أشرف الزويغي معاه السرارفي يصر على المرور، أشرف الزويغي ويربح ضربة المخالفة. تصديق قولك معناتها دفاع النجم المتلوي كان مهم برشا بالنسبة للسنان. النجم المتلوي في المتلوي قبل 6 أهداف، خارج المتلوي قبل 14 هدف، هذا ما يبين أنه النجم المتلوي قاعد يعمل في موسم محترم محترم للغاية. ضربة المخالفة بعد تدخل بسام السرارفي على أشرف الزويغي، المباراة ينخفض فيها النسق. نستناو نسق خير من هكا، نستناو الفرجة من غير ريان كبير. أشرف الزويغي يرفع الكرة أقرب وسهلة لسيف الدين الشرفي، الكرة بسام السرارفي من اليمين يمشي على اليسار، سريع سريع بسام السرارفي، السرارفي وسهلة لبلال السويسي. كان ينجم يلقى حل آخر، كان ينجم يوزع يعمل العرضية، اختار التصويب سهل لبلال السويسي. زياد البكوش
فايق العياش يحط الكره في الطوش. شفت الرولونس دي جو معناتها المدافع نتاع نجم متلوي من السونتر كان نجم يخرج المهاجم على خاطر لونتيسيباسيون نتاعو كانت غالطه، خروجه للكره كان غلط، كان بعيد على المسافه، قراءه المسافه كانت غالطه، كانت تنجم تجيب هدف للنادي الافريقي في 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 غلطه كيما هذه. اشرف الزواغي يطلب فؤاد الخرايفي يعطي لخالد غرسلاوي، ثم فهمي المعواني يرجع لمحمد جمعة خليج، عاطف المازني، التدخل من دفاع النادي الافريقي، تمشي العاطف المازني، يرجع الحارس مرماه بلال السويسي الى ايمن العياري قدامه ماليك توري، تبادل المراكز قاعد نشوف في بسام اسرار في على اليسار، يرجع ماليك توري على الشيره اليمين، وهذا الباكوش وتدخل ممتاز من مهدي الوذرفي من غير ما يعمل ضربة المخالفة سريعة إلى إبراهيم الشنيحي، هو على اليمين توري بعد ما كان على اليسار إلى أبو بكر ديارا، مهدي الوذرفي، بسام السرارفي موجود مش في موقع التسلل، توصل الكرة بسام السرارفي، العرثية ولا يراوغ، العرثية السرارفي سهلة عند بلال السويسي، كانت في اتجاه عماد المنياوي، كذلك إبراهيم الشنيحي سهلة إلى بلال السويسي حارس النجم الرياضي بالمتلوي، أحمد خليل، يوسف العياشي إلى مهدي الوذرفي، جمعة خليج يعمل الضغط، تبقى الكرة لنجم المتلوي، باسيرو بامبا إلى زياد الباكوش يعمل مراوغة، الباكوش طلب كرة من فؤاد الخرايفي، أحمد خليل بالراس إلى مهدي الوذرفي، ثم مليك توري على اليمين، توصلو توري يعمل مراوغه اولى بين اربعه ملاعبيه، تفوق عددي، الافضليه لملاعبيه نجم المتلوي، وخطأ كره اشرف الزواغي الى احمد خليل. بعد ساعات ملاعبي معناتها كيابتوا عليه اربعه ملاعبيه، المفروض انه يعطي باس باش ينجم يعمل، ينجم يتعدى اربع ملاعبيه باس واحده، لكن بعد ساعات احنا ملاعبيه يحب يشد الكره باش يتعدى من اربع ملاعبيه اللي في كره صعيب برشا. ابو بكر ديارا ياخذ الكره، يربح الدويل في وسط الميدان، ديارا ابراهيم الشنيحي نظيفه، كره الاخرى والتدخل الاخر من كيموكو سيسوكو من غير ما يعمل الكوفرون، فما تحسن على مستوى مردود النجم الرياضي بالمتلوي، يخلي نسبة امتلاك الكرة تولي فقط 59% للنادي الافريقي في الدقائق الاخرى اللي شفناها، طلع اكثر ثقة، قاعد يحتفظ بالكرة النجم الرياضي بالمتلوي، يمتلك الكرة شفناه في اكثر من مرة في مناطق النادي الافريقي. معقول ومفهوم، معناتها النجم المتلوي يلعب ضد نادي افريقي فريق كبير في رادس، قد ما يتعدى الوقت قد ما هو ياخذ ثقه في نفسه، النجم المتلوي يعرف اللي طون فور بالنسبه للكلوب افريكان معناتها في الفان و 25 مينوت الاولانيين، يحاول باش يخرج منهم، بعد قاعد قد ما يتعدى الوقت قد ما النجم المتلوي قاعد ياخذ ثقه في نفسه، لكن النادي الافريقي زاد مش قاعد يعمل في الضغط الكافي باش ينجم يخلي النجم المتلوي يقوم باخطاء وينجم يسجل هدف. كره في محور دفاع النادي الافريقي، سيف اللطقاء الى ابو بكر ديارا، يوسف العياشي الى ماليك توري، ابراهيم الشنيحي طلب الكره، لكن باسيرو بامبا فايق في اللقطه الاخرى يحط الكره في التماس، يوسف العياشي يطلب ابراهيم الشنيحي او عماد المنياوي، ثم ديارا الوذرفي توصل الكره، مهدي الوذرفي، الوذرفي لسيف اللطقاء، ضغط من فؤاد الخرايفي، سيف الدين الشرفي حارس السيا الى سيف اللطقاء، ثم وسام الحدادي توصل الكره، الحدادي يبحث عن حلول، النادي الافريقي يلقى الحل، اللطقاء على ماليك توري يبعد على زياد الباكوش الى عماد المنياوي، توري ماليك توري، يوسف وبسام اسرارفي الوذرفي، تسويبه بعيده على مرمى بلال السويسي، لكن فما حل، كان بسام معناتها وحده يطلب في الكره، معناتها كانت فما امكانيه يعطيوه معناتها باس يلقى روحه فاسو بيدو، كان النجم يلقى حل هام برشا، هذه معناتها في المومو وقت اللي الملاعب تبدا عنده كره ما يبدوش نقولوا احنا راسه يغزل الغازون، لازم تكون عنده فيزيون دو جو باش يشوف انتشار الملاعبيه سحابه باش النجم يخرج باس مهم. 35 دقيقة
في هذا الشوط الاول. نذكر لكل متابعي ومشاهدي التاسعة تعادل دون اهداف بين النادي الافريقي ونجم المتلوي. مباراة من غير رهان فقدت المرتبة الرابعة، لأنه النادي الافريقي مازال معني بها قبل 5 جولات من نهاية البطولة. حبوا مباراة من غير ضغط، نشوفوا فيها الفرجة البونتويت. إن شاء الله هذا يتحقق في قادم اللحظات. هذه كرة لمهدي الوذرفي، امتلاك كرة جديد للنادي الافريقي. أبو بكر ديارا، يوسف العياشي، عماد المنياوي، تدخل أيمن العياري على عماد المنياوي. دويل بين العياري والمنياوي، اللاعب السابق لنجم المتلوي. المنياوي عرف النجاح والتألق في السنوات الأخيرة مع نجم المتلوي، سعد معاه من الرابطة الثانية للرابطة الأولى، كان يشكل ثنائي ذهبي مع سليم المزليني الموجود على بنك البدلاء بمباراة أكيد هامة لعماد المنياوي. ترجعوا لذكرياته مع نجم المتلوي. ضربة المخالفة في تنفيذها المالي ماليك توري قدامه زياد البكوش. توري التنفيذ، ماليك توري حبها قصيرة سهلة لدفاع نجم المتلوي. كرات هذوما معناتها المفروض أن يتنفذوا على البوينت بينالتي باش يكونوا بعيدة على الحارس ويكون المهاجمين ينجموا يدخلوا باش يماركيو. ديارا كجناح يعمل مراوغة، أبو بكر ديارا، ديارا يضرب إبراهيم الشنيحي وعماد المنياوي، ودفاع نجم المتلوي حاضر يبعد عن الخطر قدام مرمى بلال السويسي. ديارا كجناح عشيرة اليمين في الإعادة، والباسي روبامبا يحط الكرة في التماس، ينفذها العياشي، توصل للشنيحي أو المنياوي. يوسف العياشي، أشرف الزواغي يحط الكرة في التماس أو زياد البكوش. يوسف العياشي بحث على المنياوي، تمشي ضربة مرمى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. مقارنة بدقائق الشوط الأول شفنا النادي الإفريقي اختير على الرواق اليسار، لقى المساحات، المساحات هذه ما عادش موجودة بعد ال 25 دقيقة الأولى في الشوط الأول. تو كي جا مليك من هنا ولات النادي الإفريقي قاعد يهاجم على الكوتي دروات، معناتها أكثر برشا من شيرة بسام السرارفي، معناتها النادي الإفريقي مش قاعد يلقى في الحلول الكافية باش ينجم خاصة انه بس معناتها المنياوي قاعد محاصر، قاعد يحاول يرجع لوسط التيران باش ياخذ كرة ويلعب بالظهر، مش لاقي حلول كبيرة برشا. الباكوش إلى فؤاد الخرايفي، هجمة كانت للنجم المتلوي. نجم المتلوي في اللحظات هذه متواجد في مناطق النادي الإفريقي، ثم ضربة مخالفة يخلي الكرة كالعادة أشرف الزويغي. الأيمن العياري كانت بين ماليك توري وفؤاد الخرايفي. أيمن العياري في تنفيذ ضربة المخالفة يطلب المساندة، يرجع لكيموكو سيسوكو. زياد الباكوش، واضح التسلل، الباكوش في منطقة التسلل. المخالفة لصالح النادي الإفريقي. خليل للوذرفي، سيف الطقاء. الدقائق الأخيرة في الفترة الأولى، الوذرفي حب يمرر لبسام السرارفي، كانت تقصيرة مقطوعة ترجع لنجم المتلوي. الخرايفي بعد خروج تيري ارنيستا الكامروني يدخل باش يكون راس حربة مع تواجد الغرس اللاوي وزياد البكوش على الأطراف، لكن هل يشكل ثقل على دفاع النادي الإفريقي مقارنة بتيري ارنيستا؟ هذا اللي ننتظروه فيما تبقى من وقت. نجم المتلوي قاعد يعمل في اخطاء من معناتها يعاود فيها، يكرر انه يلعب في كره طويله على الخرايفي. الخرايفي مش طويل القامه، ما ينجمش ياخذ كره يلعب بالظهر يقعد يستنى، معناتها قاعد يطول وقاعد يخسر في الكور. مستحسن انه يستحفظ على الكره ويطلع بها اون جروب، معناتها اون بلوك، باش ينجم يعمل الفارق بالنسبه ضد النادي الفريق. هاي من العياري الى فؤاد الخرايفي، وتاكيد لكلامك يفقد الكره فؤاد الخرايفي وتوصل لعماد المنياوي.
باسيرو بامبا الى بلال السويسي. السويسي كره طويله في محور دفاع النادي الافريقي، سيف اللقاء خاطئه تمشي لخالد غرس اللاوي. الغرس اللاوي على اليمين، الغرس اللاوي يفكها الوذرفي، توصل لابو بكر ديارا الى يوسف العياشي. يوسف العياشي اسامه الحدادي، اسامه الحدادي قدامه خالد الغرس اللاوي، يرجع الى سيف اللقاء. بطيء في صناعه الهجمه النادي الافريقي في اللحظات هذه، ممكن في ظل انتشار ممتاز لملاعبيه نجم المتلوي. صحيح غاب الانسجام هجوميا والاعتماد على الكرات اللتويه، لكن دفاعيا واقف مليح، يحب يحد من خطوره بسام اسرار في على اليسار، وهذه بالراس سهله لبلال السويسي. واحد من حلول الكرات العرضيه مشيره اليسار كانت من بسام اسرار في والمنيوي بالراس سهل لبلال السويسي. تصديق لقولك النادي الافريقي مش قاعد يبدل في الريتم، معناتها قاعد يلعب بنفس الريتم. باش تباغت انت فريق واقف مليح هون بلوك التالي، معناتها يلزمك تطلع في النسق، يلزمك تحاول تلعب ان دو تروا وتغير الهجومات نتاعك، ولي زابيل يصيروا اون بروفوندور في ثوره الملعب. هذا كله مش قاعد يصير، هذاك علاش النادي الافريقي معناتها قاعد يسيطر في سيطره نقولوا احنا مش بوزيتيف مش ايجابيه. مليك توري يجبر أشرف الزويغي على العودة ليوسف العياشي، خاطئة لا يخذها بسام السرار في ضربة المخالفة بعد تدخل خالد الغرس اللاوي على أسامة الحدادي على قائد النادي الإفريقي. وهذه الإعادة، الغرس اللاوي يرتكب المخالفة على كابتن السياء أسامة الحدادي، تتنفذ بسرعة من تقاء لمهدي الوذرفي، توصل ليوسف العياشي. العياشي الى عماد المنياوي قدام ايمن العياري. مليك توري خاطئه منه، ترجع لفؤاد الخرايفي، سريع الخرايفي، الخرايفي قدام احمد خليل، ممتاز خليل بانزلاقيه حط الكره في التماس وبصنعه بصنعه، وكانه كان بيه تعود على الخطه الجديده في محور الدفاع احمد خليل مره اخرى. هما عاده راهو الملاعبيه اللي يلعبوا في استيران معناتها دي بيفو ينجموا عاده يكونوا ريكونفيرتي يلعبوا في اللاكس، خاطر بريسك نقولوا احنا استيران من الملاعبيه اللي يلزمهم يحقوا فكال الكره والتاكل، معناتها كي شقى روحه يلعب لاعب محوري ما يلقاش ديفيكولتي كبيره برشا. 43 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، فقط زوز دقائق تفصلنا على نهاية الفترة الأولى. نذكر التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي هو نجم المتلوي. هذه الكرة لابراهيم الشنيحي، رمية التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، رمية التماس لنجم المتلوي. هذه الإعادة تتجاوز الخط الميدان، رمية التماس لنجم المتلوي يشرف الزويغي، زياد الباكوش والتماس يربح بعض الأمتار. أشرف الزويغي، جمعة خليج مرة أخرى لأشرف الزويغي، خالد الغرس اللاوي قدامه يوسف العياشي وسيف اللتقاء. أجمل النادي الإفريقي أسامة الحدادي، الحدادي طلب كرة من بسام السرارفي على الرواق اليسار. بسام توصل لمالك توري من اليمين، من اليسار لليمين، من السرارفي توري ديارا إلى يوسف العياشي. مهدي الوذرفي يلقى في صعوبات كبيرة النادي الإفريقي في الدقائق الأخيرة في اختراق دفاع النجم المتلوي في فك شفرة الثنائي المحور كيموكو سيسوكو ويمن العياري. توصل العاطف المازني، خالد الغرس اللاوي، أجمل صلاح النجم الرياضي بالمتلوي في آخر الشوط الأول. ممتاز فؤاد الخرايفي ياخذها الغرس اللاوي، قبله موجود أبو بكر ديارا يعمل التغطية الدفاعية. أحمد خليل إلى يوسف العياشي، طويلة قوية ما ياخذهاش العياشي، ما يخلطش على الكرة، يتجاوزوا تمشي رمية التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي كالعادة الإيفواري كيموكو سيسوكو. التماس الطويل داخل منطقة ركنية للمتلوي، ركنية للمتلوي باليد كيما مراد زاهو مع اتحاد بن قردان. كيموكو سيسوكو ضربة ركنية باليد كما قال الناس، لأنه يعني يحذق تنفيذ التماس الطويل داخل منطقة الجزاء.
طويله يطلع باسيرو والتسلل، هو مخالفة التسلل زيادة لباكوش ورفقي. ثلاثة دقائق وقت إضافي. الهجمة نعاودوا نشوفوا اللقطة عند انطلاق الكرة، كان ممكن موجود موجود الرجوع موجود بعيد لكن ببعض السنتيمترات موجود على آخر مدافع. التسلل وثلاثة دقائق يزيدهم هيثم القصعي، هذا ما يمنعش لكن خطوة ربح وخطوة خسر. معناتها كانت نجم في خطوة يلقى روحه، معناتها الدفاع النادي الافريقي ما تعاملش مع الكرة كما يلزم. واضح ما يمنعش انه كان ثم خلل في محور دفاع النادي الافريقي في الكرة الأخيرة، وتأكيد على خطورة الكرات نتاع كيموكو سيسوكو في تنفيذ التماس. ضربة مرمى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. تجاوزنا الدقيقة 45، ثلاثة دقائق نذكر أضافهم هيثم القصعي، وقت ضايع. بلال السويسي يرفع الكرة في مناطق النادي الافريقي، يطلع بالراس يوسف العياشي الى المالي ماليك توري، موجودة ليفاري باسيرو بامبا يلمس الكرة، هو التماس لصالح النادي الافريقي. توري لابراهيم الشنيحي اروفير اروفير لنجم المتلوي، واضحة تسرع ماليك توري في تنفيذ رمية التماس. فما برشا مهاجمين ما يعرفوش معناتها ينفذوا توش، معناتها برشا تعرفت فما دي زونترونور يعملوا سيونس دو توش، معناتها برشا ملاعبين ما يعرفوش ينفذوا. يوسف العياشي الظهير الايمن الشاب للنادي الافريقي، شفناه دفاعيا هجوميا ما ساندش سواء بسام اسرارفي ولا ملك توري عكس اسامه الحدادي، شفناه في اكثر من كره يخلق التفوق كالعدد عشيرة اليسار. هذا المنياوي على اليمين قدامه العياري، ايش يعمل العماد المنياوي؟ يربح ضربة الركنية. هو الحاجة اللي شفناها فيه بالنسبة ليوسف العياشي، معناتها حتى في المباريات اللي قبل ديما الشوط الأولاني عادة نقاو يلعب ديفونسيف أكثر من الأوفونسيف، يمكن في الشوط الثاني يعطيش أكثر المدرب سلوحيات باش يمشي يلعب القدام أكثر. إبراهيم الشنيحي في تنفيذ ضربة الركنية طويلة، يطلع بلال السويسي ازدواجية رايعة المقاسية كوتسيزو، والكرة خطيرة من أحمد خليل، عنده إمكانيات فنية كبيرة. صحيح لعب لاعب ارتكاز بالأساس، صحيح يلعب في المحور الأعلى، لكن ملاعبي بلغة الكرة ملاعبي أحمد خليل، عنده إمكانيات فنية، والدليل الازدواجية والمقاسية الأخيرة كان ينجم يسجل بها هدف افتتاح باب التسجيل للنادي الافريقي. لكن الهفوه زاد نتاع بلال السويسي اللي ما كانش ديسيزيف، معناتها تعرف بالنسبه للجارديان بيوت في 6 متر هو يلزم يكون المتر بار، معناتها غاديك ما يلزمش يطلع مع حتى حد، يلزم يكون اقوى واحد في الدنيا كل، معناتها يلزم يطير الناس كل، معناتها يلزم هو يكون المسؤول الاولاني على المنطقه نتاعه خاصه نتاع 6 متر. وخطا بلال السويسي في الخروج للكره كاد يتسبب في قبول فريقه للهدف الأول بعد مرور 45 دقيقة زائد 2. وكالعادة كيموكو سيسوكو بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، محمد الكوكي يعطيه التعليمات قبل تنفيذ رمية التماس. أريفواري كيموكو سيسوكو داخل منطقة الجزاء، ثم ضربة المخالفة، لكن في كل مرة الخطورة موجودة. وفي اللحظة هذه